الدولة. وهنا أريد أن أذكر حادثة ذكرني بها أحد أعضاء المجلس أعضاء المؤتمر الوطني العام الآن، قال أن السيد عبد الفتاح الشلوي وهو عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة درنة ذهب إلى السيد عبد الرحمن السويحلي وإلى أحمد معتيق وقال لهم: هل هذا الاتفاق يضمن سلامة مدينة درنة وسلامة بنغازي أم لا؟ فقالوا له بالنص الواحد: أننا لا نستطيع أن نضمن سلامة درنة وحمايتها من حفتر كذلك بنغازي. قال: إذن لا يشرفني ولا يمكنني أن أنضم إلى مثل هذا الاتفاق. إذن ما يجري الآن هي نتيجة طبيعية جدا جدا لهذا الاتفاق السياسي. هذا الأمر كما أوضحت سيد عبد الله تحدثنا عنه منذ سنة 2015. طيب.